هذا الحدث اللي يجمعنا اليوم في قصرنا المشيد، هذا القصر الرائع الجديد في قمتنا التاريخية. كما تعلمون في موريتانيا اليوم نواكشوط عاصمة أفريقيا. هذا الحدث الهام اللي يجمعنا الآن هو المرأة والسلطة، بما يعني المرأة وصناعة القرار. المعروف أن هذا شيء مهم جدا، لأن ولوج المرأة في مصادر صنع القرار يمكن من تمكين المرأة، يمكن من استقلاليتها، يمكن ومساهمتها في رسم المشاريع التي تهمها وتلهم الأطفال وتهم مستقبل الأمة. هذا طبعا شيء مفيد جدا. موريتانيا تعطي طبعا صورة للمرأة الإفريقية المساهمة، تعطي صورة للمرأة الإفريقية المساهمة في الحياة النشطة، تعطي صورة للمرأة الإفريقية المساهمة في صنع القرار. لأن طبعا هناك وزيرات كما ترون، نحن 9 في الحكومة، هناك برلمانيات يمثلنا ما يقارب 23% من البرلمان، هناك مجالس بلدية يمثل النساء فيها 33%. طبعا هذه اللوحة تعطي أهمية تصدر المرأة للقرار في هذا البلد.